السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله ورمضان مبارك عليكم بالخير. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني الإنساني طريق الخير. ها نحن نسعى دائما لفعل الخير وفي طريقنا إلى الخير. نحن الآن في مديرية التواهية، بالتحديد في أحياء القلوعة. خلف هذا الباب توجد معاناة جديدة، قصة جديدة لأحد الساكنين في هذه المدينة الجميلة، مدينة عدن. يا ترى ما هي القصة وما هي المعاناة للأخ أحمد محسن من أبناء لحج الذي يسكن في عدن؟ دعونا نتعرف أكثر وأكثر، لكن في البداية دعونا نقدم كل الشكر والتقدير للراعي الرسمي لبرنامج طريق الخير، ألا وهي المؤسسة الاقتصادية اليمنية. الآن دعونا نتعرف على هذه القصة وعلى عائلة الأخ أحمد محسن. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يعافيك. ممكن؟ ثبات في عجلة التنمية، عطاءة الخير التي رسمت لبناء صروحها بكل نجاح وتميز. المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الصرح الوطني الاقتصادي الشامخ الذي سطر ملامح روائع الإنجاز على امتداد انتشار خارطة الوطني اليمني الكبير الذي مكنها بكل فخر وتميز وشموخ بأن تكون مجمع احتياجات الشعب. المؤسسة الاقتصادية اليمنية تستمر مسيرة النجاح والريادة والبناء. مشاهدينا الكرام، ها نحن في زيارة جديدة من منطقة القلوعة، مديرية التواهية، في منزل الأخ أحمد محسن. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. رمضان مبارك عليك، بالصحة والعافية. علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والسلام إن شاء الله. طيب أخ أحمد، ما شاء الله عليك متزوج، كم عندك أولاد؟ اثنين. كم أعمارهم؟ واحد 8 سنوات وواحد 6 سنوات. هذا أكبر واحد. اسمك؟ عبد الله. عبد الله مين؟ أحمد. إيش مستحي مني؟ محسن. أحمد محسن، كم عمرك يا عبد الله؟ 8. يدرس ما شاء الله؟ أيه صرت الآن طالع ثالث. ما شاء الله، كيفك شاطر يا عبد الله؟ سادس هذه المرة. ما شاء الله، إذا يدرس تمام، ذاكر صح؟ ولا صغير إيش اسمه؟ وضاح. وضاح. عمره 6 سنين. طيب يدرس ولا لسه؟ لا هذا. هذاك ما دخلتوش؟ دخلنا. طيب أستاذ أحمد، إيش تشتغل أنت؟ والله في المؤسسة العامة تجهيزات مدرسية، والآن متوقفين بالمؤسسة وكذا، ولكن يعني نشتغل براع كذاك بما يحصل يعني وكذا، تمشي حال الدنيا. طيب أنت الآن متوقف، قلت لي راتبك مش مستمر، يجي كل كم تقريبا؟ يعني كل الحين بيجي أكثر من شهرين على ما استلمنا راتب واحد، والحين منتظرين يعني وكذاك، ويعني بحدود 6 شهور اللي هو متوقف الراتب. عفوا عن السؤال، يعني كم هو الراتب؟ الراتب حقيقي 65,000. وأنت هنا مؤجر هذا البيت؟ إيجار بيتك؟ كم إنه غرفتين؟ إنه غرفتين وهذا الممر ومطبخ وحمام. غرفتين. إيه. كم إيجار؟ كم الإيجار؟ 35,000. طيب راتبك يجي كل على قولتك 6 شهور أو كل فترة وفترة، هذا المتعارف عليه، و35 تقريبا إيجار. كيف؟ يعني نشتغل أخبي كذا، نعطي مثله يعني أجر راتب مثله، أشتغل برع كذا أخبي كذا ونعطي لحق شهرين وكذا، ومعانا الرجال ما شاء الله طيب محترم. يعني صاحب البيت الحمد لله متعاون معك؟ يعني تمام، هو مش موجود يعني حاليا، كان في واحد هنا اسمه يحيى الله يرحمه قبل يومين مات، هو كان الوكيل حقه وكذا، كان يعني بيقول لنا هذا احنا بنشتغل سوا احنا، هذا يقول لنا هذا يعني طيب وهذا، وعملنا كنا اول ما شاء الله بنشتغل بالمؤسسه الاقتصاديه، كان البيت كله يعني كان كله مدهور وكذا، لهذا كنت اصلح فيه به، لهذا يعني صاحب البيت يقول لك انا اشتي انسان يعني يهتم ببيتي وكذا، خلاص كان بيصبر يعني بيصبر، بيجي ايام تجي تمام الحمد لله بنشتغل ونوصي له كذا، يعني لما
الحمد لله يعني تقيل الشهر مع الراتب يعني ما هكذا. لهذا كنت انا قبل شوفي انا كنت ماجر باقل، بس مع الاوضاع هذه كل ما جت وضع يزداد قال لك انا حتى يعني لو هم في اب لما ترسل له مثل لك لو هي 20,000 يشلوا منها 7,000 يقول لك كيف انا ترسل لي قليل يعني انا كذا، لان حقنا العمله اصبحت ما هي شيء. طيب اخ احمد كيف تصرف امورك اليوميه، مستلزماتك، مصاريف الاولاد، احتياجاتك بالخضره بالخسار وغيره؟ والله قلت لك يعني بنشتغل اي حاجه نشتغل يعني كنجار، يعني قلت لك في ناس معروفين معنا كنجارين كبار يجي يقول لك تعال اشتغل معي يعني ايوه شاغي قرفنهم ابواب نشتغل معاهم. الان انا الحمد لله خسر مضى ربك في الرق يعني الحمد لله. واحد من صحابنا من نجار كبير يعني دهان كدهان قال لي تعال معانا ابواب معانا كذا اشتغل معي، الحمد لله بشتغل يعني بيومك 7,000 6,000 يعني تخبي منها تاكل منها والحمد لله. الواحد يقول صدق يعني ما بكذب على يقول لك والله انا ضبحان، لا احد يعني بما يرضي الله يعني يتكلمه أنا بكذب عليه يقول لك أنا ضبحان أنا كذا، لكن أنا بشتغل الحمد لله يعني ماشي أموري بهذا الشيء الحمد لله. أيوة وماشي الدنيا والله يعني مفرقة يعني الله سبحانه وتعالى صدق. إحنا يعني أهل اليمن ما شاء الله يعني صدق، إحنا بنشتغل إحنا بكذا ما بترقدوا لأن بترقد الله وكيله. أيوة ضروري أنا إذا بتجلس داخل بيت ما من بيعطيك من بيأكله. أيه. لازم معك عيال معك أسرة معك كذا ما ترحم هذا والحمد لله الحمد لله. طيب البيت قد هذا إيجار، إيش هي الأشياء الناقصة اللي في البيت؟ يعني مثلا هل عندكم كل مستلزمات الحياة اليومية اللي زي الأدوات المنزلية، الحاجات اللي الواحد يعني يصبر فيها وضعه مع الحماء، الماء، الكهرباء، الأدوات الكهربائية المنزلية؟ والله معي بطارية قد لها سنة ونص، زي البطارية هذه معي سنة ونص يعني بدأت يعني زي المروحة لما نقل معها. تمشي لك إيش المروحة؟ ما شيء دخلتي هذيك الشاحن ياخذ ساعتين نعمة. أيوة هاي هذه والحمد لله ما. كيف تسوي لو طفت؟ لأن الصغيرة دي يلا تشتحن حاجة ساعات بسيطة والكهرباء ما شاء الله تجلس كثير. خلاص هذه اللي معانا. مشيكم الأربعة ما شاء الله. يعني بتعامل إيش بس الله. كيف تسوي بالحمام ما؟ كيف تسوي بالحماء؟ يعني بيتكم مكظوم نوعا ما. ايه والله عايشين عايشين هكذا الحمد لله ايش بنصلح. خلاص انما حاجه العيشه الاكل والشرب اما هذا ربك بيجي يوم بتيسر باذن الله. طيب المي ايش وضع المي عندكم؟ طبعا ما متعارف زي ما ذكرنا انه في القلوعه المي يجي ثلاث ايام في كل ثلاث ايام كل ثلاث ايام يوم واحد دحين اليوم امس بالليل اجى يعني دحين بنجلس يومتين بعدين بيجي يوم وفتح. كيف تسوي يومتين ثانيه؟ عندي تانكي. عندك تانكي؟ عندي تانكي اشتريته. لا تبعي انا اشتريته يعني من حقي. اقول لك الحمد لله كنا ايام المؤسسه الاقتصاديه الحمد لله صدق كانوا بيحسدونا صدق والله ما اكذب عليك بطولي انها كانوا بيحسدونا المرافق كله. ناس كثير يعني تاثروا بالمؤسسه لان كانت مؤسسه يعني ناجحه مالك كانت بالمليارات مش بالملايين بالمليارات قبل حتى ما تجي المؤسسه. انا اشتغلت من انا من عام 2000 بشتغل داخلها كانت كنا بنشتغل 24 ساعه تعرف 24 ساعه يعني حقها المواد من داخل الصين حقها المواد من داخل يعني من ايطاليا يعني لو دخلتي داخلها ممكن تبقى اللي داخل لحد الآن يعني لحد الآن المكاين حقها مالك يعني الحديد يعني آلة الحديد نفسها يعني بتمشي ما عاد معمال يعني سبحان الله المؤسسة دي حرام تتقفل يعني صدق والله يعني قهر الواحد يعني لما يشوف المؤسسة هذه تقلق. القهر الأكثر أنكم أنتم اللي وقفتم على الأشغال وتحولتم من حال إلى حال. ما له دحين حنا قد قلت لك أنا من الأول يعني الظروف اللي أجت يعني صلحها كذا يعني كانوا عمال مندفعين مش دارين ايش اللي وراء هذا الشيء، ولكن بعدين في الاخير حسوا انها قلت لك حسوا انها ما يعني مؤامره او مش عارف كيف. ولهذا والله يتمنوا يعني ان يروح العمال كلهم 630 عامل يتمنوا له عنده والله واكثر من راح اقسم بالله قالوا هذين حقنا احنا يعني اللي ما حتى ما نشتيهم لكن ايش نقول له يضروا الحمد لله. لا اللي عجبني بالموضوع انك متفائل اولا، ثانيا انه الحمد لله قنوع بعيشتك ومكافح. يعني انا لاقي حتى اللي هو عنده راتب شهري
شهري، رغم الظروف المعيشية الآن متواجدة في عدن والغلاء وإلى آخره والأوضاع، إلا أنه دائما بيتدمر وبيتأفأف وبيشكي وبيبكي وإلى آخره. أحمد ما شاء الله مثال للرجال المكافح بحق الله والقنوع، نقول لك الحمد لله اشتغل لقى 6,000 7,000. إيه 6,000 7,000 يا أحمد؟ ايش نس الله، هذه امر الله. 6,000 يعني نعمه، اعتبرها ان نعمه رب العالمين يعني صدق. الله شوف، اذا الله اذا انت قانع بما يرضي لك الله سبحانه وتعالى، الله يفتح لك ابن ابوابه صدق. واذا كان انت بتجيب القول حتى لو جاء ناس مرتاح وتقول لهم انا وانا وانا، الله سبحانه وتعالى ما يرضى بهذا الشيء. لكن انت ما بتكافح وبتمشي وبتمشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكنك بتكذب وبتمشي بالكذب والسمو صدقين، ما تنجح بحياتك. لأن الإنسان لازم يقول بالصدق ولو حتى ولو على قطع الرقبة، يعني بحق الله بحق الله كده كلمة من المشاهدين. تمام. أنا من على ما دخلت بيت الأخ أحمد يعني شفت حاجات ما أقول لكم، يعني ما شاء الله البيت مهتم فيه، رغم أنه بيت إيجار ورغم أنه وضعه مش أنه ذاك المرتاح، ولكن ما شاء الله عليك ربي يحفظك، مستر بيتك بمعنى الكلمة، وقادر أنك تقتنع بأبسط الأشياء اللي معك وتعيش في النعيم على قدر وضعك، يعني على قدر فراشك ما تدري قولك زي ما يقول لك، يعني أنا أحييك. وعندي حرمة ما شاء الله يعني نظيفة، يعني ما يعجباش يعني الوساخة، لهذا الإنسان لازم يكون نظيف ببيته بأهله بأولاد ما شاء الله عليه. الحمد لله، اللهم آمين وياك إن شاء الله. ثبات في عجلة التنمية، عطاءة الخير التي رسمت لبناء صروحها بكل نجاح وتميز. المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الصرح الوطني الاقتصادي الشامخ الذي سطر ملامح روائع الإنجاز على امتداد انتشار خارطة الوطني اليمني الكبير الذي مكنها بكل فخر وتميز وشموخ بأن تكون مجمع احتياجات الشعب. المؤسسة الاقتصادية اليمنية، تستمر مسيرة النجاح والريادة والبناء. طيب أستاذ أحمد، إيش كمان متطلباتك معنا هنا في برنامج طريق الخير؟ الناس اللي تحب تعمل خير، تعطي للناس المستحقة خير، إن تعمل أجر للناس اللي من صدق محتاجة هذا الشيء، ما تشيش أجر يروح على الفاضي، لأنه في ناس ممكن تدخل أنا باجي بخير أو بسوي خير أو بعمل أجر، بس أنا ما مش مصدق إنه هذا الشخص محتاج مستحق أو مش مستحق. ففي برنامج طريق الخير إحنا حابين نوصل هذه الرسائل، حابين نوضح الصور للناس اللي بتشاهدنا إن شاء الله. الناس اللي الآن بتشاهدنا عبر برنامج طريق الخير، إيش حاب توجه لهم من رسالة، من احتياجاتك، من أي حاجة بخاطرك حاب إنك تقول، اعتبرهم إخوانك وأهلك، تفضل تكلم معهم. والله ما ندري إيش اللي أقول لك، يعني أتمنى من رب العالمين، يعني شوف الإنسان يتمنى أكبر من اللي في يعني اللي في دماغه. أتمنى يعني مش إنه يعني كطمع وكذا، أتمنى رب العالمين يعني يكون لك أنت يعني زي لي، يعني أنا مثل كافر، أتمنى يكون لك بيت حقك ملك، يكون ترتدى أنت وعيالك، يعني تعرفي إن يعني الإيجار يعني هم والله، يعني لما يجلس عندك شهرين ثلاثة شهور تحس بهم، تقول ما حد داري يغلق تلفزيون يغلق خرج، خاصة مع الأوضاع هذا ما تحصل بيوت، ما تحصل يعني تلقى يعني الواحد يلقى إلى الله سبحانه وتعالى، بس أنت تحس عن الدماغ فين بتودي عيالك، والله سبحانه وتعالى مفرق الهم. يعني إيش أقول لك، يعني لو حكيت لك أنا ما ممكن ما أكمل لك يعني الهم والغم وكذا، ولكن أقول الحمد لله على كل حال. عادة الراشان، احتياجات البيت في الراشان كيف توفرها؟ يعني أوكي أنا معك إنك أنت بتشتغل باليومي أو بالقطاع الخاص، وعلى ما تجي والمدام أو الحرمة ممكن إنها تخبي هنا وهنا، بس المتعارف على إنه الراشان ضروري إنه تتواجد شهرياً، وتقريباً دحين 50-60,000 ما تكفي صدق الله، أكنت شبل ب20,000 فين؟ الآن ما تقدر تشيل ب50-60,000 ما تكمل لك يعني راشان ذاك. تخيل جوني دقيق، جوني روز، جوني سكر، هذه الاحتياجات الأساسية فعلا فعلا يعني أربع حاجات تقريبا خمس حاجات الأساسية لازم تتواجد، حتى إذا ما عندكش الاستطاعة إنك توفر الروتين. فعلا تخبل كيف تسوي الغاز؟ والله إنه يشيل صاحب الروتين بالآجل، نعم تأخذه كمان بالآجل لما أقضي جرابي، يعني هذا صاحب الروتين والله معروفين معانا وكذا، يعطينا بالآجل وكذا، لما يجي راتب قال لك يلا أنا قد الواحد إيش يصلح،
لا عجبني التفاعل السامع حقه بنتكلم رغم المعاني، لكن في ابتسام في رضا له، في رضا الانسان لا حيك يعني. الله يحييك ويخليك والله جد يعني. يمكن يمكن بعض المشاهدين بيقولوا لا هذا مش محتاج الان، يعني اكيد في ناس ما بين مؤيد ومعارض طبيعي ما حد يتفق على حاجه، فبيقولوا لا ده يعني في ناس يعني محتاجين اكثر منه، ممكن يقولوا كذا. ولكن اقول لكل المشاهدين ممكن بس ولو يخاطرهم كذا ببالهم هذا التفكير البسيط انه الشخص هذا عزيز بمعنى الكلمة، ثانيا مقتنع وراضي ويكافح، مش جالس يبدو على خده ويشكي ويبكي فقط، يعني حابب انه يعيش اسرته بعزة بكرامة من غير ما يحتاجوا لحد. يمكن احنا اجينا الان بتقولوا احنا كيف اجينا لعنده وانت عزيز اوكي على عينه راسي، لكن احنا جايين الان بس اللهم طبعا نوضح للمشاهدين كله، يمكن حتى نلاقي انتقادات اخ احمد، وانت اكبر مثال واكبر صوره ممكن تعكس احنا في برنامج طريق الخير، انه احنا مش شوفونا احنا نشوه صوره المحتاجين ونعرضهم للاعلام، ولا لا لا نحن فقط نحكي قصص ومعاناه الناس اللي عايشه في عدن في ظل الاوضاع الراهنه المعيشيه والغلاء. انا ان كان طاقم البرنامج ايضا نعاني من الغلاء، ولكن في ناس محتاجه اكثر واكثر لابسط الاشياء، في ناس تقول الحمد لله والشكر لله انا راضي ومقتنع. هذا هو الاخ احمد يكافح رغم انه ما عندهش الراتب، الراتب يجي له فوق يعني كل 6 شهور وفين وفين على الايجار اللي هي من غرفتين ب 35 او 36 الف، يعني اوكي الراتب 60 65، نصرح ايجار، النص الثاني يلا مصاريف يلا راشان يلا مدري ايش احتياجات مواصلات مصاريف مدارس والى اخره، كيف احتياجات الحما والمي والاحتياجات اللازمه كيف، وهو لكن فوق ده كله لا محارب زي ما قلوا الجندي الباسل اللي بيحارب اللي بيكافح عشان يوفر لقمه العيش لاهله ولاسرته عشان ما يطلبوش حد. طبعا نشكرك على استضافتنا احنا في بيتك البسيط، وايضا على رحابة صدرك، واشكرك ايضا على الوجه السموح هذا اللي معانا والبشوش، وانك راضي بكل شيء والقناعة اللي انت فيها، وانك ما زلت يعني تكافح عشان اسرتك تكون بالستر ما تحتاج لأي حد. ونحن أيضا في برنامج طريق الخير نوصل رسائل للناس كامل أنه في ناس تستحق بعض المساعدات، التعاون، التكاتف فيما بينهم. أيضا برنامج طريق الخير برعاية الراعي الرسمي لهذا البرنامج هي المؤسسة الاقتصادية اليمنية. طبعا معنا مبلغ معين نعتبره مش نعتبره مساعدة، هذه يعني الله المستعان، لو أقول لك هي مساعدة الله المستعان، هي عربون محبة، هي حق الزيارة حقنا، أجينا يدتنا فاضية، وإنما حاجة كده تمشيها لرمضان والعيد والأولاد إن شاء الله. مبلغ بسيط مقدمة من المؤسسة الاقتصادية اليمنية والأستاذ العميد سامي السعيدي لكم وللأسرة الكريمة، مبلغ بقيمة 100,000 ريال، أتمنى تصرفه بالعافية عليك، سامحنا هو مش من مقدارك، وإنما زي ما قلت لك هي زيارة بسيطة لا غير. الحمد لله وشكرا على زيارتكم هذه، وان شاء الله تكون في يعني في 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 مصدر الخير باذن الله ان شاء الله. الله يعينكم وجزاكم الله الف خير. طيب طبعا اخ احمد انت من الناس اللي كانوا في المؤسسه العامه للنجاره التي كانت فيما سبق تابعه للمؤسسه الاقتصاديه اليمنيه، حابب توجه رساله معينه؟ كما قلنا ان شاء الله انها تعود للمؤسسه الاقتصاديه يعني تعمل المؤسسه يعني بمقدارها الأول يعني وكذاك، وإن شاء الله العمال بيرجعوا بيشتغلوا كما ما كان يعني زمان وكذاك وإن شاء الله. زي ما ذكر الأستاذ أحمد إنه يتمنى أن المؤسسة العامة للنجارة تعود فيما سبق للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وتعود المياه لمجاريها، لأنه اقتلب حاله وحال كل العمال من حال إلى حال. نتمنى لكم إن شاء الله العودة للنعيم السابق زي ما كنتم من قبل. أشكر جميع المتفاعلين معنا، وإن شاء الله اللي يتفاعلوا معنا ويشوفوا الاحتياجات للناس المحتاجة بشكل حقيقي المستحقين لهذه
المساعدات. من هنا من القلوعة مديرية التواهي من منزل أحمد محسن، كنا يا ترى ما هي الزيارة الأخرى وما هي قصة المعاناة الأخرى؟ نتابع في الحلقات الأخرى، تابعونا وإلى اللقاء في زيارات أخرى من برنامجكم طريق الخير. ثبات في عجلة التنمية، عطاءة الخير التي رسمت لبناء صروحها بكل نجاح وتميز. المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الصرح الوطني الاقتصادي الشامخ الذي سطر ملامح روائع الإنجاز على امتداد انتشار خارطة الوطني اليمني الكبير الذي مكنها بكل فخر وتميز وشموخ بأن تكون مجمع احتياجات الشعب. المؤسسة الاقتصادية اليمنية تستمر مسيرة النجاح والريادة والبناء